شاقول انا عن مملكة انا انا كل شي في قلبي تملكة وانا انا هذا السعودي عشقها وانا انا انا عيالي زايد عزوتي هم اهلي وهم عزتي ساكن غراهم مهجتي انا انا احب قطر وهالقطر الحب في دم من الصغر دايم على مر العمر خليجنا واحد وانا وانا بحريني قلبي في عمان اخوان احنا من زمان لها وسط قلبي مكان أعزائي المشاهدين، لازلنا متواصلين معكم في برنامج خليجنا واحد. في هذه الحلقة طرحنا سؤال على ضيوف برنامج خليجنا واحد عن حالة الشعر في دول الخليج. كما قال الشاعر رشيد الزلامي رحمة الله عليه، شعر النبط شفته بوسط الشارع يمشي ويسحب رجله المكسورة، هل لازالت رجل الشعر مكسورة؟ نشوف رأي ضيوف برنامج خليجنا واحد، بداية من الشاعر الحميدي الحربي من المملكة العربية السعودية. وانا وانا شاقول انا عن مملكة انا انا كل شي في قلبي تملكها وانا انا هذا السعودي عشقها. ديوان العرب كما قال الأوائل وما زال وسيبقى، يكثر الغث يقل السمين، ما هو معناته أن السمين ما هو موجود، لكن يقل تداولها إعلاميا، وهذا ما هو بضار للشعر أبدا. الشعر سيبقى، الشعر سيبقى سواء كان عامي أو فصيح. وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت أكثر من الصفحات الشعبية، وربما يكون من القنوات الشعبية لأنه موجودة ومتناول اليد، ممكن برنامج يفوت في قناة، برنامجين ثلاثة عشرة، لكن جهازك معك وضغطة زر وتعرف وش قالوا الناس. الشعر اللي يصير طال عمرك في حدوده طيب، ولكن فيه شعر بعض المرات يطلع عن الطور، يصير مبالغ فيه، الشيء اللي فيه مبالغة فوق اللزوم ما يصلح. الشعر ودك انه على في الحكام، ودك انه في الامن، ودك انه في الترابط الاجتماعي. واذا كان عمرك واحد عنده مثلا بكرة فائزة بيحط فيها بيتين ثلاثة، لكن ما تصل الى انها على الاشياء اللي تصير ذا الحين، كل صار شيخ وكل صار له مكانه، يعني فوق مكانته المعتبرة. فودنا أن الشيء يصير في وضعه الطبيعي، إذا صار الشيء في وضعه الطبيعي حتى المشاهد أو المتلقي يرتاح له. الشعر هناك عدة أنواع من الشعر، وأنا ليس بشاعر، لكن الشعر المقبول، وأنا أميل إلى الشعر الوطني. الشعر الوطني الذي يمجد الوطن ويمجد الجيش ويمجد الحكومة ويمجد المؤسس للمملكة، فمطلوب الشعر الوطني. الشعر بصفة عامة بالنسبة للشعراء، فإن هناك الشعر الجميل اللطيف في عملية الانتقاء بالكلمة، في اللفظ والكلمة الجيدة التي تصل إلى إذن المستمع بكل سهولة. وهناك بعض الشعراء الدخلاء الذي يقولون شعر عبارة عن ذم، أو شعر يعني يسيء إلى آخرين، فهذا لا نقبله إن شاء الله. والله الشعر طيب، فلكن للأسف بعضهم ما وصل الرسالة. القصيد إذا كان نصيحة، إذا كان كما كنا بعد في حلقتنا الأولى، فالتطرف ضد التطرف، الإرهاب يتطرق، الإرهاب يتطرق، التفرقة يكون أحسن، ما يكون كله غزل،
مثلا، بعضهم يطول العمر كله، لا هذا ما تستفيد منه، بس بعضهم رسالة توعوية، توعية مطلوبة احنا في وقتنا ذا. حتى بعض من الناس إذا سمع له قصيدة، وأنا الحين في جوالي وأنا يمكنني غلطان ولا شيء، والقصيدة تطرقت موضوعي بالصدفة، يمكن أنا تراجع. أما يعني في أي موضوع في وقتنا ذا الحين؟ والله يا أخي أنت لو تكلمت لي عن الشعر، الشعر الآن مثل ما يجونك ضيوف طال عمرك وتقوم تتعسس للذبيحة الجيدة والردية، تدور للجيدة، فالجيدة بتكونها قليلة شوي. الشعر أقول عنه كلام مختصر، جميل وجميل وقبيح وقبيح، هذا رأيي في الشعر. الشعر أنا برجع وأقول، أنا بقتبس مقولة يعني تؤكد أن الشعر هو إعلام العرب. عندما يكون الشعر يعزز الموروث ويؤكد على الأصالة، هنا يجب أنه أنا من المتابعين ومتذوقين للشعر. لكن عندما يأتي الشعر اللي يفاخر وفيه عنصرية وفيه جوانب أخرى، هنا لي وجهة نظر. طبعا ما سمعنا وجهة نظر الدكتور هادي اليامي رئيس حقوق الإنسان العربية، إذا صار فيه هناك شيء من العنصرية أو الشعر اللي ما يحبه الدكتور. خلونا نسمع رأي ضيوف البرنامج من دولة الإمارات، بداية مع الشيخ الشاعر خالد بن طناف المنهالي. وأنا أنا أنا عيالي زايد عزوتي من أهلي ومن عزتي، ساكن غرام مهجتي. الشعر طبعا ما فيه يعني رأي، الشعر هو الأدب العربي، والشعر يجب أن يلقى إلى المستوى الذي يليق بالشعر. من ناحية الشعر يجب أن يكون في الوطن، أن يكون في النصيحة، أن يكون في كيف نخدم أوطاننا. أعتقد أن هذا الشيء يجب أن يركزون عليه الشعراء أكثر من الكلام الكثير الذي ما نستفيد منه شيء. الشعر هو إعلام العرب، هو منهج العرب، هو حديث الرجال اللي تستفاد منه. الشعر ممتاز طال عمرك، من ما يحب الشعر؟ الكل يحبه، لكن كثر أكثر عن اللازم صار. والشعراء يشجعون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحروب. الشعر شيء طيب، وهو تعبير عن إحساس الشاعر ورسالة الشاعر للمجتمع. أنا ضد السؤال هذا. الشعر هو الشعر الآن وسابقا، مثل ما قال الشيخ سعيد المسفر، حسن حسن وقبيح قبيح، حسن حسن وقبيح قبيح، هذا ما قاله الشاعر محمد أبو مشيط المري. خلونا نشوف رأي ضيوف البرنامج من دولة قطر. أنا 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 أحب قطر وهالقطر، الحب في دم من الصغر دايم على مر العمر، خليجنا واحد. الشعر سلمك الله، أنا ماني بشاعر ولكن أروى بعض الأحيان، لكن أنا سلمك الله انفصلت عن الشعر. أنا كنت أبدع قبل، لكني عقب وقفت. والدتي الله يسكن الجنة طاعت لي ومنعتني، أنا كنت أجر ربابة وغني ربابة، وكنت عندي بعضي وعندي بعض القصائد بس مو محافظة عليها، مو عندي في البيت. شوف يعني، وبعدين طلعت لي وطلبت مني يا تزعلي ورضاي إن جريت الربابة أو دخلت الشعر، ووقفت صراحة. أنا أقول له وقفت، ولا الغدرة ذي ذاتية عندي اللي تنت ابلتي يعني. وزينة هذه يعني مشاعر الشعر ولا شيء، هاي تصقل المواهب الإنسان وتعلم شلون الحياة كلها أحداث، والشعر كله أحداث أصلا، وانتماء ولا وحمية وفزعة ونشاط، يعني كلها زينة أمور مراجل فيها الشعر، دي كلها مراجل. أيوة والله الشعر أشوفه دورين، دور قمة ودور مش حالك. الشعر طيب، طيبه
نصائح وعلوم وحديث مجالس وعلوم، وبعضها الله يستر علينا وعليها لا بحر، كل انه بحره الشعر. هذا طال عمرك هذا العرب يعني هم معروفين بالشعر يعني، فالواجب ان الشعر انه انه ما يندثر الشعر، وهذا الشعر طال عمرك هو شيء يعني يجب ان نحافظ عليه، لانه موروثنا الشعبي موروثنا القديم. والحمد لله رب العالمين، في ايام مضت كاد الشعر يندثر، لكن بواسطة القنوات والعاملين عليها وهذه الحمد لله صار الشعر يعني رد روحه كما كان اول، و نرجو انه ما نتهاون فيه. الشعر هو اياه ما اختلف من على عهد امرؤ القيس الى ذا الحين. انا يوم رجعت في التاريخ وقمت اقرا وجدت انه فيه ناس، بس انه طبعا هذول اللي يعتبرون ذاك الوقت وسط وكانوا مهمشين ويعتبرون وسط، وصلنا منهم شرائط، ففيه ذاك الوقت نخبة وفيه وسط وفيه تحت، هذا في ذاك الوقت. لكن يمر الشعر مراحل، في عصر من العصور يرتفعون فيه النخبة يظهر الشعر، وفي عصر يتساوون وتصير حرب داحس والغبرة، وفي عصر مثل الحين يكثرون الناس اللي أو اللي ما يعطون الشعر حقه، فأصبحت النظرة للشعر متدنية. أنا أقول لك الشعر هو، لكن أعرفوا أنتم وش هو الشعر قبل لا تسألون وش رأيك في الشعر. أنا لما أجادل الناس وأقول لهم هذا ما هو بشاعر ولا هذا ما هو بشعر، المادة اللي ما تقدم الشعر هو هو من على عهد الفصيح إلى الآن، صور شعرية، استعارات، بلاغة، تشبيه، فكرة شاعر، نسق، استرسال، طريقة الطرح، جودة النص وجزالته. اللي موجودة الحين بعض الأحيان أقرأ قالك سمعت قصيدة لفلان، قلت أسمع القصيدة عد لا خلص، قلت أنا ما سمعت قصيدة، أنا سمعت كلام منظوم. فالناس ما تدري وش الشعر وش الكلام المنظوم. الكلام المنظوم على وزن وقافية اللي تقدر يتغنى، لكن الشعر اللي فيه صورة ولا فيه تشبيه ولا فيه استعارة ولا فيه وصف بليغ، هذا اللي ولا علق العلق اللي دخلها من ذي كلها علق اللي يكون نصح يفيد الشخص ولا يفيد المستمع، يدخلها من ذي الأمور، لأنه فيه شعر نصح ما فيه صور ولكنه نص صريح نصايح يفيد راعيه عند الله سبحانه وتعالى. لكن حن لما جينا سألتوني عن الشعر أكثر الناس ما يعرفش الشعر. أنا ماني بدكتور الشعر ولاني بأستاذه وأقول في قصيدة لي، ماني رئيس الشعر وانت شو يقول ولا زعيمه، به ناس قدامي وناس خلافي، ولكن انا لي نظره. ادرس الشعر افهمه كشاعر، لانه مو بعيب انك تدرس، لان في شيء تكتسبه بالموهبه وتنميه بالقراءه والكتابه والدراسه. وهذا اللي انا اراه في وجهه نظري، الناس لازم تعرف الشعر علشان تعرف ايش حاله الشعر، لان اللي موجود واجد منهم هو بشعر والناس حاسبينه شعر، وانتم تشوفونه واحنا نشوفه. الشعر الصدق شعر، واللي مو بشعر مو بشعر وايه لا الله لا يكثره. هذا وايد وهالوايدي. الله الشعر لسان العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الشاعر حسان بن ثابت، إذا جت الحروب والتقوا طال عمرك التقت الصفوف قال اهجهم يا حسان، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالقبائل في ملاحمها كان الشاعر ما يقل أهمية عن الفارس، والشاعر لسان القبيلة، والقبيلة اللي فيها شاعر سنافي الحقيقة شجاع تجد بأنه يكون سبب في نصرها وتقدمها. والشعر ملح المجالس، المجلس لقيت فيه شاعر أديب يختار من القصائد الطيبة ويعالج كثير من قضايا المجتمع وقضايا الأمة، يستمتعون الناس به ويصل تصل معلومته اللي يبيها أكثر يمكن مما يوصلها الرجل الواعظ ولا كبير السن المتحدث، لأن الشاعر يأتي بها في أسلوب أدبي جميل. فلا شك أن الشعراء وضعهم مهم في الأمة وفي المجتمع، وحنا أنا وشخصيا أنا أحب الشعراء ودائما أحضر مجالسهم وأدعيهم وأكرمهم. الشعر السمين أيده وأحبه، والشعر اللي فيه اتجاه ثاني الله يرد هل هي للصواب.
الشعر لما الشاعر اللي يشعر في مثل الشعراء الأولين اللي يكون لهم تراث قديم إلى شعر واحد في الشمال عرفه اللي هالجنوب. والله الشعر لسان العرب طال عمرك ما في شك. الشعر لسان العرب، الشعر تاريخ العرب، الشعر هو الموروث الحقيقي في الجزيرة العربية. خلونا نسمع رأي شعراء البحرين عن الشعر. الشعر تجربة شخصية تنقل هموم الإنسان وتجاربه الشخصية. شعر بحر متواجد بشكل قليل. الشعر خشم العرب أو ديوان العرب كما قالوا. الشعر إبداع فن. الشعر الحقيقة متنفس على النحو الخاص المتنفس لي، لولا الشعر يمكن أكون مكظوم طول الوقت. الشعر ديوان العرب. الشعر أنفاس وروح وكائن جميل وسامي يعبر عن أحاسيس الناس ومشاعرهم ويوصل القلوب، يعني الكلمة اللي ممكن توصل فيها إلى القلوب بشكل جميل ومن غير تعقيد هو الشعر. قيد الاحتضار، ولكن هناك أطواق نجاة موجودة يجب عليها احتواء الشباب لاستمرارية الشعر. قيد الاحتضار في البحرين كما قال الشاعر محمد آل مبارك. خلونا نسمع رأي الشعراء في دولة الكويت. وأنا أنا أنا مثل حلاها ما لقيت، الله يا محلى الكويت لك فيها بيت في كل بيت. والله رأيي في الشعر من ناحية النص فهناك أشعار جيدة كثيرة جيدة، وأما من ناحية الشكل العام للشعر فأعتقد أن الشعر الآن يعني الأغلبية من الشعر الغير منظم طغى على الشعر المنظم بسبب البرامج التواصل الاجتماعي وبسبب بعض القنوات اللي ساهمت في نشر الشعر الرخيص أو الشعر المشابه، فتجد أن هناك قصائد مشابهة لقصيدة فلان وفلان وفلان، وهذا الأمر أعتقد من وجهة نظري كمتابع للصحافة أو للبرامج الشعبية أنه يسيء للشعر. الشعر الكل أي واحد تأخذ رأيه في الشعر خصوصا منا كشعراء يقول لك أن الشعر اندثر وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، لكن هو اللي داثره. يعني أنا رجل شاعر يمكن أني في 5 شهور أحصل لي 5 أبيات 6 أبيات، لكن اللي في ساعة يجيب لنا 30 بيت ويركبها والناس والله العاد تستمع لها. يعني أنت فيه قصايد بتسمعها من رجل ولا أنت بحافظ منها بيت، لا يعطي نصيحة لو مع ذلك يعني حتى لو نصح. الشاعر يجب أن يكون إذا قصد ونصح في الدين يكون دين، فالطيب يكون طيب، يعني يبدأ بنفسه في المعرفة يكون يعرف في وسعة البال وفيما إلى ذلك من أمور واجدة أنه يتحلى منها بشيء، فهذا ينطق له شاعر وفي نفس الوقت يختار المفردات الزينة يعني ولا يسرق من الآخرين ولا، هذا نعتبره شاعر. وأنا حسب نظرتي ودي أنكم ما تختارون إلا شعرا أنا ما أزكي نفسي ولا غيري، لكن أنا كشاعر والله أني أحب أسمع غيري اللي شعره يطعمه العقل، أحب أستمع له أكثر مما أني أصوغ من الشعر، ولكل لا وجهة نظره ولا اتجاهه يعني. نعم. الشعر لكل زمان دولة ورجال، وأغراض الشعر في القديم هي أغراض الشعر في الحديث، ومليحه مليح وقبيحه قبيح، وكما أن له نجوم في الماضي له نجوم في الحاضر. والله الشعر له متذوقينه، ونتمنى دائما أنه يكون في مجال النصح والتعويض للناس. الشعر جوه ناس خربوه، الشعر جميل
والشعر متنفس يا أخي، ومساحة الواحد يفضي فيها من اللي في خاطره، لكن يبعجون ناس لا يعرفون يتغزلون ولا يعرفون يذمون ولا يعرفون يمدحون ولا يعرفون ينصحون، ومسوين زحمة والخط فاضي. الشعر جاءوه ناس خربوه، لكن من اللي يصلح هذا الشعر؟ مسؤولية الشاعر ومسؤولية كبار الشعراء على الأقل بالرأي أو بالمشاركة. أعتقد أن هذا علاج من عبث بموروثنا التاريخي. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نعود إليك. وأنا شكول أنا مملكة أنا كل شيء.